بهدف تشجيع الفنانين الشباب للمضي قدما في مسار السينما، افتتح المخرج الفرنسي الشهير لاجيلي مدرسة جديدة في مدريد لتعليم فنون السينما بالمجان. ويحث لاجيلي الحاصل على جائزة كان عن فيلمه البؤساء عام 2019، يحث الطلاب من المجتمعات المهمشة على الانضمام إلى صناعة السينما. وسبق للمخرج الفرنسي إنشاء مدرسة في فرنسا وأخرى في السنغال. إنشأنا أول مدرسة في فرنسا ثم في السنغال، لذا رغبنا في افتتاح مدرسة أخرى في مدريد، ونرغب في إنشاء جيل جديد من المصورين السينمائيين ممن ليست لديهم فرصة للالتحاق بمدارس السينما العادية. ولاقت المدرسة قبولا كبيرا من الطلاب ممن يحلمون بالانضمام إلى عالم صناعة السينما. أنا أحب السينما وأحب الموسيقى وأحب الفن بشكل عام، لكنني لست من عائلة غنية، لذا كنت أنتظر حدوث شيء ما حتى أتمكن من تعلم صناعة السينما. ويمتد البرنامج الدراسي داخل المدرسة من 6 إلى 9 أشهر، فيما تركز الدراسة على كتابة السيناريو وإخراج المسلسلات في فرصة لتعزيز مهارات الطلاب، ولكن دون أن يشكل ذلك عبئا ماديا كبيرا.